الثانية غفر الله لكم. الثالثة على حب أنصار الحسين بأعلى أصواتكم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قوم إذا نودوا لدفع ملمة والقوم بين مدعس ومكردسي عافوا الحياة واقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس نصر الحسين، فيا لها من فتية. الحسين يؤمن أصحابه نصر الحسين، فيا لها من فتية فازوا بالهدايا ونسوا هي ندسي ها بكربلاء الأنصار يا حيفا لها بيها نال ورتب ما حد نالها. حي ابو ظاهر وحي كل الانصار من تدنوا للحرب وشبوا النار. قصدهم الحسين يفدون الاعمار وعن خدر زينب تحود ذالها. شبجتوا لسيوفهم وتسمع رعي وغدت ظلمة ولاح بيها هلالها، لاح بيها هلال وطاها اللهيب وقام يلعب لعيب بالراية حبيب. والبطل عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها. قضى وقضى وحق عليهم دون الخيام الخيام، ولا خلوا خوات حسين تنضم. والله من ضحايا وتفايض منهم الهام
تريلي ابن عند وصيره. الله الله يا مسلم بن عوسد، والله حبيب تريلي ابن عند وصيره. انا شبيه السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين على حب أنصار الحسين، صلى على محمد وآل محمد. يقسمون علماء التفسير، تفسير القرآن، يقسمون القرآن إلى ثلاثة أقسام. ثلث القرآن أحكام شرعية، لذلك تشوف حوالي عندنا 500 آية تسمى آيات الأحكام، فيها الحلال والحرام. وعندنا ثلث آخر للقرآن هو تاريخ والقصة القرآنية. القرآن فيه قصص، فيه تاريخ. ثلث القرآن قصص تؤخذ منها العبر. والثلث الآخر للقرآن هو أخلاقيات القرآن، أخلاق القرآن. هذه الآية المباركة تعطي درس تربوي لكل مسؤول. أي واحد عنده مسؤولية، هذه الآية تعطيه درس تربي، تربوة التربية، مهما عظمت هذه المسؤولية أو صغرت. أي واحد مسؤول على أمة كالأنبياء أو العلماء أو الملوك أو الرؤساء أو الأساتذة أو الآباء، كل هؤلاء المسؤولين هذه الآية تعطي درس في التربية. شلون؟ أي واحد مسؤول على ناس أو على جماعة على أسرة يحتاج أن يكون مؤثرا في نفوسهم. شلون تكون مؤثر وتؤثر في نفوس من يسمع لك، من تحت مسؤوليتك؟ كيف يؤثر النبي في أمته، والمعلم في تلامذته، والأب في بيته؟ شو يكون مؤثر؟ هاي الآية تعلم الدرس، تعلم شلون يكون مؤثر بالود. انتبه لزي أن تكون مؤثراً، أن تكون ودوداً بالود، أن يكون المسؤول ودوداً. فلو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا رسول الله، أنت نبي وصاحب حق، ولكن لو لم تكن ودود لضاع حقك. النبي
إذا لم يكن ودود مع أمته لا يستطيع أن يؤثر فيه. المعلم إذا ما يكون ودود مع تلامذته لا يؤثر فيه. الأب إذا لم يتودد لعياله لا يؤثر فيه، يخسر عياله. الأب غير الودود يخسر عياله حتى وإن كان صاحب حق. أكو واحد يشك في أحقية النبي، مع ذلك يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولي. حققت خسرة إذا ما تتودد وتكون ودودا. ليش؟ لأن الود خلق رباني إلهي. الله من صفاته الحسنى وأسمائه الحسنى الودود. كيف يعني الله ودود؟ الله يتودد لعباده لمخلوقاته. نعم، الله ودود يتودد لخلقه. ليش؟ لأنه مسؤول، مقتضى مسؤوليته أن يكون ودودا، مسؤول. فخلق إلهي أن يكون الإنسان ودودا يتودد إلى الناس. هذا خلق رباني سماوي. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عيشوا في الناس عيشة إذا غبتم معها حنوا إليكم، وإذا متتم بكوا عليكم. عيشوا بين الناس عيشة إذا سافرت غبت يحنون إليك، خليهم يحنون عليك، وإذا متت يترحمون عليك: الله يرحم أبو فلان، فلان كان خيرا، كان ودودا محبوبا بين الناس. هذا خلق إلهي. يقول الله لموسى: يا موسى حببني لخلقي. قال: إلهي كيف أحببك لخلقك؟ قال: اذكر آلائي عليهم، اذكر نعمي لهم، إن الله يرزقكم يحفظكم، حببني لخلقي بأن تذكر آلائي وذكرهم بنعمي عليهم. الله ودود، فمن نحن؟ هذا القاسي الفظ الغليظ هذا خلق مو خلق رباني إلهي. إبراهيم عليه السلام خليل الله كان مضيافا، كان كريما، هذا الخليل أبو الأنبياء ما كان يأكل إلا مع ضيف يستضيف واحد. هذه خصالة صلوات الله عليه على نبينا وعليه السلام. يوم من الأيام قبل أن يذهب إلى فلسطين، كان في العراق، أراد له ضيف يأكل ويا ما وجد، فخرج إلى الصحراء للمدينة يريد لواحد يجي يواكله يأكل معه. شاف رجل مستطرق دعاه إلى وليمته، دعاه إلى ضيافته، قال: ما رأيك في الطعام تواكلني؟ قال: ما يخالف، تبه لزيد، خلينا ناخذ خلق حسيني، والآن راح نستعرض هذا الرجل الإلهي ونطلع بمحصلة بأخلاق خلق آخر نكتشفه في هذا العظيم. أدعوك إلى طعامي. قال: ما يخالف. جاء معه إلى بيته، قدم له طعام، هذا الرجل مد يده ليأكل، قال له إبراهيم: يا أخي قل بسم الله وأكل، اذكر الله، سمي وأكل. قال: من الله؟ ما أعرف الله، أنا أعبد نمرود. قال: أنت على طعامي وتكفر بإلهي وتعبد عدوي، قم اخرج من داري، لا أهلا ولا سهلا، غير مرغوب فيك. طرده من داره
فأوحى الله إليه، نزل عليه الوحي: يا إبراهيم، يا إبراهيم، هذا 50 سنة يعبد نمرود، يعبد غيري وأنا أتودد إليه بالخيرات. 50 سنة هذا يعبد غيري وأنا أعطيه وأتودد إليه، وأنت ما تطيق ساعة على طعامك؟ قال: يا إلهي، إنما غضبت لك. أنا غضبت إليك، هذا يعبد غيرك. قال: عن حقي أسقط، وأنا عن حقي أسقط. اذهب إليه واعتذر له وأرجعه إلى ذلك. ما يصير تفشله وتهينه. فذهب إليه إبراهيم مسرعا: يا أخي سامحني، أعتذر إليك، أنا غلطت، أدعوك مرة ثانية تجي إلى بيتي. قال له: شنو القصة؟ أنت الآن قبل شوية طردتني لأني ما ذكرت إلهك، ما سميه، الآن تجي تعتذر لي وتدعوني مرة ثانية؟ قال: نعم، لأن إلهي أمرني بذلك، أنا أعتذر لك، أنا غلطت في حقك. قال: إلهك الذي أنا عدو إليه ما عبده يأمرك أن تعتذر لي؟ قال: نعم. قال: أبسط يدك، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذه هي الأخلاق. ولذلك الود خلق إلهي. ترى رجال الله كالأنبياء والأولياء والأوصياء كلهم أناس أهل ود، محبوبون في الناس، وهذا الرجل اللي وصلنا من مأساة الليلة السادسة، تعال شوف وياي كيف ظهر وده في أحلى الظروف. وكان الحسين رجلا ودودا، يقول عبد الله ابن الحر الجعفي، التقى به الحسين في طريق كربلاء، في بادية كربلاء بالصحراء، وقد اعتزل الناس هذا ابن الحر، التقى به الإمام. يقول ابن الحر: ما رأيت رجلا ودودا ولا أملأ للعين كالحسين بن علي، كان ودودا جميلا ما إن ترى حتى ينزرع حبه في قلبه. ولقد كسر خاطري لما جاءني وحوله فتيان بني هاشم وكلهم وجوههم تتشابه وهو بيناتهم كالقمر الطالع، ودعاه لنصرته: يا ابن حر، إن عليك ذنوبا كثيرة، ألا تغسلها معي؟ أي اعتذر ابن حر، يقول نصرة الحسين يريد لها توفيق، مو أي واحد يوفق لنصرة الحسين، هذا شرف عظيم، وخصوصاً أنصار الحسين أكو عناية إلهية اختارتهم، السماء انتخبتهم واختارتهم، يريد له توفيق أن ينصر الإنسان الحسين، كما أنه خدمة الحسين شرف عظيم، يحتاج الإنسان إلى توفيق خاص حتى يخدم الحسين، يوقف وينصب لمجلس عزاء، يبكي على الحسين، يلطم على الحسين، يلبس السواد على الحسين، هذه يريدها توفيق إلهي، ما يوعد يوفق لها، يطبخ للحسين، هذا يوزع الشاي، هذا يوزع ماي، هذا يوقف بالشارع بالبريد يحفظ السيارات، هذا يعدل الأحذية ويصف الأحذية، هاي كلها مفخرة، هي يريد لها توفيق خاص، هذا مو يوعد يوفق لها الخدمة العظيمة. وخلي أنقل لك قصة عن رجل عظيم.
رحمه الله الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، رجل عظيم، وهذا بلغ من قبوله من السماء مقبول، أنه ما تجد في بيت مؤمن بولاية آل محمد إلا وعند إلى جنب المصحف مفتاح لمفاتيح الجنان. هذا رجل عمله مقبول بدليل إقبال الناس عليه. شيخ عباس القمي رضوان الله عليه كان يزور الحسين في الأربعين، يزوره مشيا على الأقدام من النجف إلى كربلاء. في سنة من السنين وصل إلى أطراف كربلاء، بات نام في خيمة، وإذا في رؤيا ينقلها رضوان الله عليه في أحد كتبه، يقول في عالم الرؤيا جاءني رجل قال الحسين يريد زيارتك. يقول قلت له شلون الحسين يجي يزورني؟ أنا رايح جاي لزيارته. قال الحسين هو يجي يزور. وفعلا يقول دخل على خيمة الإمام، يقول قبلت يديه، قلت له مولاي أنا جاي لخدمتك، أنا جاي أزورك. قال لا يا شيخ عباس، أنت لك حق علينا، أنا جاي أزورك وأريدك توصل لي رسالة واحد. قلت له شنو مولاي الرسالة؟ قال أكو حسينية في مازندران، يقال مازندران في شمال طهران قريب بحر قزوين هكذا يقال، حسينية هناك، حسينية أهالي مازندران، هناك أكو مجلس يقام فيها عزاء، أكو خادم بالحسينية يوقف، ما يقعد بالمجلس، يوقف باب الحسينية يصف الأحذية للناس، رتبه حتى كل من يطلع يجي ياخذ حذاءه براحة، نصير فوضى ياخذه ويروح. أنا أريدك تروح تسلم لي علي، قل له الحسين يسلم عليك وتتشكر لي منه، اللي يحفظ مجلسي تشكر لي منه، قل له الحسين يتشكر منك ويسلم عليك. هذا شرف عظيم، انت افتخر وسام خليه على صدرك انك تشتغل مع الحسين، انك تبكي على الحسين. اكو ناس ما تتوفق لهذا، هذا يريد توفيق في الدنيا والاخره. فابن حر ما موفق لنصرة الحسين، لكن غيره لا توفق. شوف الود ماذا عمل باصحابه سلام الله عليه، يعني سوى أبا عبد الله. لما جاء من الحجاز إلى العراق التقى بزهير ابن لقين وكان عثمانيا، زهير عثماني يعني شنو؟ يعني ناصبي، يبغض علي وآل علي، وكان يتحاشى ركب الحسين، ما يريد يلتقي في الحسين أنه عدو، حتى اجتمع مضطرا على واحة ماء أن تقع قافلته قريبة قافلة الحسين، فأرسل إليه الحسين يدعوه أن يلتقي به، وكان قاعد مع زوجته يأكل طعام، وجاء رسول الحسين قال لا أذهب. فقالت له زوجته ابن رسول الله يدعوك فلا تذهب، أنت عاقل، رجل حكيم عاقل واعي، والله إنه لا يدعو إلا للخير، هذا الحسين تتوقع يدعوك إلى ضرر؟ لا يدعوك إلا للخير. فقام زهير وذهب مع الرسول إلى الحسين، ما أعرف إيش قد بقى، ساعة نص ساعة، فرجع بغير الوجه الذي ذهب به. قال يا أمة الله، رجع لزوجته، حولي رحلك إلى أهلك، أنت إلحقي بأهلك روحي وأنا ألتحق مع الحسين. قالت له شو صار يا زهير، أنت رحت عدو،
الآن رجعت فدائي للحسين، قال أنا أودك وأعزك وما أريدك يصيبك ضرر بسببك، ارجع إلى أهلك. وحول رحله إلى رحل الحسين. سوى بي الحسين؟ شنو حكى وياه اللي انقلب من عدو إلى فدائي؟ قطعا غير الود، وشاف الحب والرحمة والقلب الكبير الذي أثر فيه. هذا خلق حسيني ما أجمل أن نتخلق به، خصوصا إخواني إحنا اللي ننتسب للحسين، إما نسبا أو سببا أو حبا، محسوبين عليه إحنا، محسوبين عليه. نتخلق بخلقه، من خلقه العظيم الود، كان ودودا محبوبا. وفي الطريق إلى حدود العراق يلتقي بذاك الشاب النصراني، واحد نصراني شاب اسمه وهب بن حباب الكلبي من أهل البادية، خيمة عنده، وهو عجوز أمه وزوجته عمره 25 سنة وتوه متزوج. فجاء الحسين، وبالمناسبة المنطقة هذه الآن موجودة تبعد عن النجف 175 كيلو، اسمها ناحية الشبكة، منطقة القطارة. هناك أكو منطقة وعين ماء تنسب إلى وهب. التقى به الحسين في تلك المنطقة في البادية قريب الحدود، موجودة عين ماء والناس تتورك به. التقى بهذه العجوز، قال كيف حالكم؟ قالت في ظنك أيها العظيم، مرة مسيحية هاي، في ظنك أيها العظيم ما عندنا ماء، ناس دوم عطاشة في صحراء، وابني يروح بالنهار يجي قريب المغرب جايب لنا ماء وطعام. قال لا يوجد عندكم ماء، بئر، عين؟ قالت نعم، كانت لنا عين ونضب طرح ما هنشف يبسط. قال دليني عليها، دلته على مكان أثر العين الماء اللي كانت فيه. فحرك التراب برجله فانبثق منه ماء عذبا. سلام الله عليكم اخواني، اخوانكم يشروا لي قيام تدنون شوي، جزاكم الله خير، رحم الله والديكم، تعالوا تدنون شوي، رحم الله من ذكر القائمة فصلى عليه. اتقرب عليه، اتقرب عليه. رحم الله والديكم، قربوا على المنبر، جزاكم الله خير. الله يأجرنا وإياكم ويكتبنا من أنصار الحسين إن شاء الله. فنبع الماء من تحت قدميه وقال إذا جاء ولدك فقولي له إن صاحبك في الرؤيا قد حضر. أكو أسرار، أكو انتخاب إلهي، مسألة مو كيف ما كان يجي واحد ينصر الحسين، لا أخوي، لا يا أحباب، أكو عناية، اكتشاف رباني لأنصار الحسين، السماء اختارتهم بعناية، هذا ناصبي، هذا مسيحي، هذا كوفي، هذا بصري، هذا من أطراف الدنيا، هذا عبد، هذا حر، وهكذا. اجتمعوا 72 مش لو ما كان. ولذلك ترى أن الحسين ما دعا ابن عباس إلى نصرته،
محمد بن الحنفية أخوه ما دعا النصر. لما سئل محمد بن الحنفية لما لم تنصر أخاك؟ قال إن أنصار الحسين مختارون من الله، مو أي واحد، اسمي ما مكتوب وياهم، مكتوب وهم. شلون؟ هذا شغل الله. قولي لولدك إن صاحبك في الرؤيا قد جاء حضر وادعى همش. هناك إجا وهب، إجا وهب جايب الماء، وإذا يشوف عين ماء تغير الحياة وعطر خاص. قال يا أمه شو الخبر؟ قالت والله يا ولدي كأن المسيح جاءنا اليوم، معه جاءنا عظيم كأنه عيسى، وهاي الماء فجرها برجليه. نعم، ويقول لك لقد حضر صاحبك في الرؤيا، صاحبك في الرؤيا ينتظرك. فوقع وهب مغشيا عليه. أفاقته أمه قالت يا ولدي ما الخبر؟ قال أنا شفت رؤيا، أنا رأيت المسيح عيسى ابن مريم في رؤيا، ومعه رجل واقف يقول لي يا وهب إن كنت تحبني فانصر هذا العظيم، انصر هذا الرجل. قلت له من هذا؟ قال هذا الحسين ابن بنت محمد، وقد جاء اليوم وحضر، أنا ألحق به. قالت فخذني معك يا وهب. أخذ أمه وزوجته والتحق بالحسين. بالطريق شاف القاتل، جاء إليه، قبل يديه وأعلن إسلامه على يديه، وحولت رحله إلى رحل سيد الشهداء. لما يجي يوم العاشر ويحارب وهب، زوجته متعلقة بي، إلى أين تذهب وتتركني؟ نعم، تركها وذهب. هناك وإذا به يسمع صوتا وقائلا يقول يا وهب قاتل دون الطيبين. يلتفت وإلى زوجته قال ما الخبر؟ كنت تمنعيني؟ قالت لا تلومني، إن وارية الحسين كسرت خاطري، أنا أشوف الحسين وحده واحد. فقاتل حتى قتل. هذا الولد ويصل الحال بشاب أول طلعته حتى ما نعرف اسمه. يا جماعة هذه دروس كنا ناخذها، كل العالم يستفيد منها. هاي الدروس سويت يا أبو علي بالناس سلام الله عليه. يجي ذاك الشاب أول طلعته، أصحاب الحسين كانوا يبرزون ويتكلمون الشعر، يرتجزون بأبيات الشعر، يعرفون عن أنفسهم القدسية، كل واحد يبرز يرتجز شعر يعرف عن عشيرته، عن قومه، عن اسمه، أصله. هذا شاب أول طلعته وقد قتل أبوه، وبعد ما يعرف تاريخ عشيرته وأهله، إلى من ينتسب؟ صاح أميري حسين ونعم الأمير، ينتسب للحسين. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، فما أسرع أن قتل فلحقته أمه بعمود وهي تقول أنا عجوز في النساء ضعيفة، أضربك وحامي عن بني فاطمة الشريفة. ردها الحسين قال يا أمة الله لا على النساء ليس عليهم قتال. قالت اللهم لا تقطع رجائي. فقال الحسين اللهم إن الله لا يقطع رجائك. فقتلها الشمر ويصل إلى كربلاء.